القناة الإعلامية للبنت السورية هي الأفضل دائما. بالرغم من إجراءات قوات الأمن التركية المشددة والتضييق عليهم، تجمع مئات السوريين والأتراك اليوم أمام فندق مادي بأنطاليا التركية احتجاجا على عقد ما سمي بمؤتمر المعارضة السورية. وأكد المتجمعون أنهم يعبرون عن رفضهم لما يحمله المؤتمر من حملات تحريضية ضد سوريا وخطابات تجيشية تسعى لإذكاء روح الفتنة بين أبناء الشعب الواحد، وأنهم مصرون على رفض أي دعوات فيها استجداء للتدخل الأجنبي في شؤون سوريا الداخلية. لليوم الثاني على التوالي تمنع الشرطة التركية الشباب السوري الوطني من التعبير عن مواقفهم، حيث احتجزت نحو 250 شابا في إحدى الحدائق في أنطاليا ومنعتهم من الالتحاق برفاقهم الذين سبقوهم أمس والذين وصل عددهم إلى 400 سوري للتنديد بما يسمى مؤتمر المعارضة السورية في الخارج. للأسف جينا لهون نحن، بتعرفوا سمعتوا المشاكل اللي صارت معنا، اعتقلنا هربنا، توقفونا حواجز جيش كتير، صادروا لنا جوازات السفر المخابرات التركية، صارت معنا مشاكل، بس الحمد لله الله نصرنا على المشاكل وهربنا، قدرنا نهرب. كرر انه هربنا، نحن ما تركونا، نحن هربنا. وصلنا لناح الاوتيل، للأسف ما كان في حدا، مستمعين لحالهم جوا. هدول الجماعة عم يجتمعوا لا يبلشوا يزرعوا الفتنة بالشعب السوري، هدول الخونة اللي قابضين ان كان من بندر، ان كان من سعد الحريري، ان كان من جهة من اسرائيل، اي جهة كانت هي الى مصلحة انه يكون في فتنة بالبلد. مشان وصل رسالة لشوية خونة ما بيمثلوا حدا من الشعب السوري، اجتمعوا هون. نحن اجينا 450 شخص، اعتقلنا وتعذبنا وضلينا 3 ساعات لوصلنا لهون. هذا شايفينه هلا، هدول مجموعة صغيرة من عالم كتير قدرت تهرب من اسلاك شائكة، اخذوا جوازات سفرنا، اجينا لهون غصب عنه لنورجيهم نحن ان كل الشعب السوري مع بشار الاسد وفي دا بشار الاسد وما بدنا حدا غير بشار الاسد. المجموعة الاخرى التي نددت بما يسمى مؤتمر المعارضة في يومه الاول عادت إلى الوطن بعد أن أوصلوا صوتهم رغم محاولة الشرطة التركية كتمه، إلا أن كلمة الحق علت ونجح الشباب السوري بحسهم الوطني في احتلال الشاشات الإعلامية العالمية. بس جينا نوصل للمتآمرين السفلة المبعوثين من قبل أمريكا وإسرائيل والدول المتعاملة معهم السافلة بأننا نحن الشعب السوري، باسمنا جميعا وباسم الشعب السوري جئنا لنعبر عن غضبنا لهذه الاجتماعات التي لا تمت بصلة للشعب السوري ولا تمثل أي فرد مهما كان من الشعب السوري. فهؤلاء خونة متعاملون لن ينالوا منا مهما فعلوا. نحن مستغربين من تركيا كيف استضاف المعارضة عندها، لأنه هدول ما بيمثلوا غير حالهم، ما بيمثلوا غير شريحة صغيرة من البلد. كلياتنا بدنا الرئيس، بدنا إصلاحات تحت راية سيادة الرئيس، ونحن ما حدا جابنا. نحن اجينا مننا لحالنا من كل المحافظات، ونحن من كل الأطياف ومن كل شرائح المجتمع جايين نقول للعالم كلياته نحن بدنا الرئيس، ونحن نكون بحالنا، نحن بنعرف نحل أمورنا لحالنا. اللحمة الوطنية والتفاف جميع الطوائف السورية ضد أي مؤامرات تهدد بلادهم كانت العنوان الأبرز الذي حمله المتظاهرون من قلب أنطاليا إلى الشعب التركي والعالم. تجمهروا ليقولوا لا للمؤامرات التي تحاك ضد أمن وسلامة البلد، وأهلا ومرحبا بالحوار والنقد البناء ولكن تحت سقف الوطن. عبيدة عبد الفتاح، تلفزيون الدنيا، أنطاليا، جنوب تركيا. إذن كان الخلاف سيد المؤتمر وسط انقسامات حادة بين الحضور في مؤتمر لم يكن له أي هدف سوى جذب عدسات الإعلام دون أن يكون للمؤتمرين أي رؤية أو برنامج سوى طلب التدخل الخارجي ليأتي ببعض منهم إلى السلطة. فقد شهدت قاعة الاجتماعات عراكا بالأيدي بين المجتمعين واتهامات بالاندساس وانسحاب عدد من المشاركين. تسابقت عدسات الكاميرات باحثة عن حدث يدعم نشاطها الإعلامي المكثف هذه الأيام عن سوريا، فإذ بها تصطدم بجدار من الخلافات وصل إلى حد التشابك بالأيدي بين المشاركين في مؤتمر ما عرف بالمعارضة السورية في مدينة أنطاليا التركية. السادة المؤتمرون الذين لم يتجاوز عددهم 250
والذين جمعوا أنفسهم من بلاد الاغتراب ودول الخليج في ظل غياب تام لأي سوري من الداخل. عبروا عن أنفسهم بأنفسهم بالعراك الذي شهدته قاعة الاجتماعات بين المجتمعين والاتهامات المتبادلة بالاندساس، لينتهي الاجتماع بانسحاب عدد من المشاركين في ذاك المؤتمر الذي موله إضافة إلى بعض رجال الأعمال السوريين في الخارج الولايات المتحدة الأمريكية حسب وكالة الأناضول التركية. الأمر الذي دعمته خلاصة المؤتمر والتي خلت من أي رؤية أو برنامج سوى طلب التدخل الخارجي لمساعدة بعض منهم في الوصول إلى السلطة، إضافة إلى تصريحات الإخوان المسلمين بأن من حضر مؤتمر أنطاليا لا يمثل إلا نفسه. حاجز آخر أشد ضراوة وقساوة اصطدم به المشاركون وعدسات الكاميرات التي جلبوها معهم بمشهد آلاف السوريين الذين حضروا من قلب سوريا ليسمعوا العالم كله نبضات الشارع السوري الحقيقية. وفي دمشق اعتصم عدد من المواطنين السوريين أمام السفارة التركية تنديدا بسماح السلطات التركية بانعقاد مؤتمر لمن سموا أنفسهم بالمعارضة السورية في أنطاليا. أعلام سورية وأصوات هتافات تنديدية بموقف تركيا الرمادي وشباب سوريون، هذه عناصر الاعتصام الذي قام به مجموعة من شباب سوريا أمام السفارة التركية في دمشق تنديدا بقبولها أن ينعقد في أنطاليا اجتماع لمن سموا أنفسهم بالمعارضين السوريين. يا دولة يا تركية مشي هالعوينة، يا دولة يا تركية مشي هالعوينية. ما أثار غضب هؤلاء أكثر وحين أراد مجموعة من السوريين أن يذهبوا إلى تركيا ليسمعوها أصواتهم وليثبتوا لها قوة انتمائهم وإيمانهم ببلدهم، كانت النتيجة احتجازهم ومنعهم من السفر. أنا أختي من ضمن اللي كانوا هلأ هن هنيك بأنطاليا واعتقلوها ومحاصرينها وحبسوها بالسجن. ليش ما بيسمحوا لهم يعبروا عن رأيهم؟ هذا ابن الإلوانية اللي بده يعارض بيعارض تحت سماء وطنه، نقبل كل شيء، أما يطلع يعارض برا ويطلب الاستعمار ويدخل احتلال جديد واحتلال عثماني، هذا اللي نحن ما بنقبله. بحب أن الأتراك رجعوا الطريق الصحيح، لأنه بالنهاية الغرب ما رح يكون له مصلحته لمنطقتنا أكثر من نحن أولاد المنطقة. هن ما بحق لهم لا يستقبلوا معارضة ولا يطردوا شباب جايين من كل أنحاء العالم اجتمعوا بتركيا. شبابنا اللي راحوا كلهم شباب مدنيين مثقفين، راحوا لأنه نحن ما عاد نقدر نتحمل الظلم، فراحوا لا يعبروا، ما بيصير يقلعوهم، يا ريت قلعوهم غير أنهم حبسوهم فينحبسوا بالأوتيل ويتعاملوا كأنهم مجرمين بأسلاك شائكة، هذا ما حدا بيأمره. لسان حال السوريين، لا تركيا ولا غيرها من الدول الأخرى يمكن أن تزعزع وقوف السوريين صفا واحدا للحفاظ عليها. ماتيلدا كربوج، تلفزيون الدنيا، دمشق. شيوخ العشائر العربية في سوريا عبروا عن رفضهم مؤتمر أنطاليا، وقال شيخ مشايخ قبيلة العقيدات في سوريا الشيخ عواد الشلال إن قبيلة العقيدات والقبائل الأخرى تقف صفا واحدا خلف الرئيس بشار الأسد وتدعم المشروع الإصلاحي الذي يقوده وتجدد العهد والولاء، رافضة التدخل الخارجي السافر بالشؤون الداخلية السورية. وفي جلسة حوارية بعدرا في محافظة ريف دمشق أكد شيوخ العشائر السورية رفضهم لمؤتمر أنطاليا معتبرين أنهم لا يمثلون سوى أنفسهم. بدوره وجه الإعلامي حسين مرتضى كلمة إلى شيوخ العشائر العربية قال فيها إن سوريا تتعرض لضغوط غربية وأمريكية ضد هذا البلد المقاوم. من جانبه قال شيخ مشايخ عشيرة البطيحي الشيخ عبد القادر الشيخ علي قال إن المؤامرة التي تستهدف سوريا ليس المطلوب منها تنفيذ إصلاحات يكون المستفيد منها المواطن السوري، إنما هي محاولة ضرب البنية السياسية والاجتماعية والاقتصادية في سوريا لإجبارها على تغيير سلوكها المقاوم وأدائها الممانع والخروج عن المبادئ القومية والثوابت الوطنية والتخلي عن الكرامة والاستسلام للعدو الصهيوني. من جانبها قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن المشاركين في مؤتمر أنطاليا التركية يحرضون على الفتنة ويدعمون المخربين ويستقوون بأجندات خارجية. وقالت الشبكة في بيان لها إن هؤلاء المعارضين غير مخولين التحدث باسم الشعب السوري وفاقدون للشرعية من حيث لجوئهم إلى الخارج،
موضحة أن هذا المؤتمر وأغلبية أعضائه لا يعرفون سوريا ولا علاقة لهم بالديمقراطية وحقوق الإنسان لارتباطهم بأجندات الولايات المتحدة والدول الغربية. مواطنون سوريون لبوا النداء عبر الفيسبوك وقدموا إلى مدينة أنطاليا التركية للتنديد بمخطط أمريكي إسرائيلي يهدف لهدم سوريا تماما على يد من يسمون أنفسهم بالمعارضة السورية في الخارج. كلهم معهم جنسيات مختلفة، كلهم غير سوريين، هن ما بيمثلونا ولا بيمثلوا الشعب السوري الحقيقي اللي هو بيحمل الهوية إن كان بقلبه ولا إن كان بباسبوره الرسمي. فهي أنا ما بخجى، أنا سوري وهي باسبوري، وجاي فرجي العالم كله إنه نحن السوريين ونحن المنقرر مستقبل بلدنا وهوية بلدنا وقيادة بلدنا وكل شيء. فهدون ما بيمثلوا إلا الحكومات اللي جايين منها. التركي ما بيرضى، شعب التركي ما بيرضى، سوريا تصير الفوضى، سوريا تصير الفوضى. بنتمنى يعني بنتمنى من الشعب التركي ومن كل انحاء العالم الشعوب يشوفوا المظهر اللي عايشينه نحن بسوريا ويشوفوا ويكونوا واقفين معنا. يعني الحقيقه المؤتمرين اللي عقدوا المؤتمر هون جايين بتمويل غربي، جايين عم بيمولوا الارهاب في سوريا، عم بيمولوا القتل والتدمير، وعم يرتكبوا بسوريا عن طريق ايدهم الموجوده على الارض ابشع مظاهر التخريب والتدمير والقتل. هالمظاهر هاي ما شفناها بسوريا قبل هالمرة. كما شهدت المسيرات المنددة بالمؤتمر مشاركة كبيرة من أهالي لواء اسكندرون مساهمة منهم لحفظ أمن وأمان سوريا. سوريا سوريا سوريا. عمر أحمد، تلفزيون العربي السوري من أنطاليا جنوب تركيا.